حفظك الله، ورد في صحيح مسلم أن من صفات الصلاة عن الجنازة أن تكون أربع تكبيرات، فهل للعلماء كلام في هذا أم أنه يؤخذ عنه؟ أقول فهل للعلماء جمع يعني بين الحديث الواردة في أنها أربع أو أنها خمس، أم أنه يؤخذ ويقال أنه سنة تفعل هذا وهذا؟ أكثر ما يكبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربع، أربع تكبيرات فقط، لكن ثبت عن أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسة كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكذلك ورد عنه الست إلى السبع، ولهذا قال العلماء إنه لا بأس بالزيادة على الأربع إلى السبع، والأفضل للإنسان أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة، يعني تارة أربعا وتارة خمسا وتارة ستا وتارة سبعا كما جاء في السنة، لكن الأكثر الأربع. كل شيء ورد في السنة على وجوه متنوعة، فالأفضل أن تأخذها بهذا تارة وبهذا أخرى. نعم.